نبدأ بالمحاضرة الأولى من محاضرات الفسلجة السريرية لطلبة تقنيات الكلية الصناعية. نتناول في هذه المحاضرة موضوع الكلينيكال فيزيولوجي، ونأخذ الجانب المتعلق بالرينال فيزيولوجي. ما هو تعريف الكلينيكال فيزيولوجي أو ما يسمى بالفسلجة السريرية؟ تعريف الكلينيكال فيزيولوجي هو clinical physiology is a branch of physiology، هو أحد فروع علم وظائف الأعضاء أو الفسلجة، that uses a functional approach to understand the pathophysiology of a disease. هذا النوع من فروع الفسلجة السريرية يستخدم المنهاج الوظيفي لفهم الفسلجة المرضية للأمراض المختلفة أو لمرض معين. هذا هو المقصود بالكلينيكال فيزيولوجي. It provides شنو أهميته؟ It provides diagnostic methods to detect and evaluate dysfunction of various organs and systems in the body. إذا هذا العلم أو الفسلجة السريرية توفر لنا الطرائق التشخيصية للكشف وتقييم الخلل الوظيفي dysfunction الخلل الوظيفي للأعضاء والأجهزة المختلفة في الجسم. على سبيل المثال مثلا القلب heart, peripheral vessels الأوعية المحيطية, lungs الرئتين, kidneys الكلى, gastrointestinal tract القناة الهضمية and urinary tract القناة البولية. إذا هذا هو التعريف وأهمية هذا النوع من فروع الفسلجة اللي هو clinical physiology. راح نتناولها في المحاضرات اللاحقة، وهذه المحاضرة الرينال فيزيولوجي ناخذ الجوانب الطبيعية والحالات اللي إلها علاقة بالأمراض اللي تحدث في هذا الجزء المهم من الجسم اللي هو الكلية. نبدأ بالبداية فمقدمة عامة عن الكلية وتركيبها وموقعها، وبعدين نتناول وظائف مالتها من خلال الوحدات الكلوية. The kidneys, the bladder and the ureters make up the urinary system. إذن الجهاز البولي من يش يتكون من الكليتين، المثانة والحالبين، هذول التراكيب الثلاث هم اللي يألفون الجهاز البولي. The functional unit of the kidney الوحدة الوظيفية للكلية is the nephron، هي نسميها النفرون أو الوحدة الكلوية. And each human kidney has approximately 1 million nephrons، كل كلية تحتوي على ما يقارب من مليون وحدة كلوية أو نفرون. شنو أهمية الكلية؟ The kidneys play an essential role in the تلعب الكلية أو تقوم بإنجاز دور أساسي أو مهم في أولاً number one regulation of water homeostasis تنظيم الاتزان البدني للماء، electrolyte composition تركيب الأملاح أو الإلكترونيتات for example شنو هي الإلكترولايت تشمل مثلاً الصوديوم الكلورايد البوتاسيوم البيكربونات إلى آخره. هذه أول عمل إله هو تنظيم الماء و تركيب الأملاح. Number two regulation of extracellular fluid volume تنظيم حجم السوائل خارج الخلايا، وهذا وين راح ينعكس؟ ضغط blood pressure راح ينعكس على ضغط الدم، يعني من تتنظم حجوم السوائل خارج الخلايا راح هالحالة راح ينعكس على ضغط الدم. And acid base homeostasis وأيضا تنظم التوازن الحامضي القاعدي. عمل الكلية شنو؟ The kidneys filter the plasma تقوم بترشيح البلازما of the blood and produce urine. إذن هو عملية ترشيح البلازما بلازما الدم وتكوين البول العفو which allows the kidneys to excrete metabolic waste products. بهالعملية إذن راح الكلية تقوم بطرح الفضلات الأيضية أو نواتج أو منتجات الفضلات الأيضية مثل إيش؟ For example EG يوريا أمونيوم and foreign chemicals الكيميائيات الغريبة أو المواد الكيميائية الغريبة such as drug metabolites مثلا المواد الأيضية للعقاقير أو الأدوية from the body. إذا تخلص الجسم الكلية من هذه المنتجات
اللي هي الفضلات الأيضية نسميها. The kidneys are responsible for the reabsorption of glucose and amino acids from the plasma filtrate. يعني نعرف الكلية هي ترشح كل المواد اللي يكون حجمها صغير مع عدد الجزيئات الكبيرة نجي عليها فيما بعد. إذا هي الكلية مسؤولة عن إعادة امتصاص بعد ما يتم ترشيح المواد المهمة لابد إعادتها إلى الدم، فإذا هي مسؤولة عن إعادة امتصاص الجلوكوز والحوامض الأمينية من الراشح البلازمي. In addition to regulate calcium and phosphate uptake، وأيضا تنظم تناول الكالسيوم والفوسفات. هذا high in children، هاي العملية تكون عالية بالصغار، نعرف أن الصغار في مرحلة نمو فيحتاجون لبناء العظام إلى الكالسيوم والفوسفات. The kidneys play a role، أيضا تلعب الكلية دور in gluconeogenesis، في عملية التكوين الجديد للجلوكوز، وهذا المصطلح سابقا ما أخذيه. gluconeogenesis هو تكوين السكر من مصادر غير كربوهيدراتية، يعني مثلا من الأحماض الأمينية تتكون سكريات، فهاي العملية نسميها gluconeogenesis، التكوين الجديد، نيو جديد وجلوكوز يعني التكوين الجديد للجلوكوز. And during fasting، في أثناء الصيام، can synthesize and release glucose into the blood. إذن هي في أثناء الصيام ممكن أن تقوم بتخليق وتحرير السكر إلى الدم. The kidneys are also endocrine organs، تعتبر الكلى من الغدد أو الأعضاء الصماوية. ماذا تفرز؟ العفو، making kidneys، تصنع مركبات تسميها الكينينات، هاي مواد موسعة للأوعية الدموية سابقا وأخذناها في موضوع الكارديوفاسكولار سيستم، وتصنع أيضا هرمون له علاقة بالكالسيوم اللي هو 1,25 دايهايدروكسي كوليكالسيفيرول، هذا يلعب دور في أيضا الكالسيوم. تصنع الإريثروبويتين، يقوم بتنظيم تكوين خلايا الدم الحمر، هذا الهرمون إريثروبويتين، and making and secreting رينين، وتقوم بصنع وإفراز إنزيم اسمه الرينين، ونجي عليه بعدين. الرينين يحول مادة اسمها الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين 1، والأنجيوتنسين 1 يتحول بتأثير الرينين، والأنجيوتنسين 1 يتحول إلى 2 بتأثير converting enzyme، والأنجيوتنسين 2 إلى تأثيرات يمر علينا فيما بعد. In the kidneys a fluid that resembles plasma is filtered through the glomerular capillaries. إذا داخل الكلية احنا قلنا قوحتات كلوية، ونجي على التركيب مالها، راح يتم ترشيح سائل يماثل البلازما. إذا داخل الكلية يتم ترشيح سائل يماثل أو يشبه البلازما من خلال الأوعية الشعرية الكبيبية، هي من خلالها يتم عملية الترشيح، وينقل هذا الراشح إلى داخل الأنيبيبات الكلوية into the renal tubules، إلى الأنيبيبات الكلوية. هذه العملية اللي هي نسميها glomerular filtration، الترشيح الكبيبي. And this glomerular filtrate، بعد ما ينزل هذا الراشح في الأنيبيبات الكلوية وين ينتقل؟ passes down the tubules، راح ينتقل من خلال هذه الأنيبيبات نحو الأسفل. Its volume is reduced، الحجم ماله راح يبدي تحدث عليه عمليات، يعني هو صح صار ترشيح عن طريق الكويبات إلى الأنيبيبات الكلوية، لكن هذا الراشح تجري عليه تغييرات قد تشمل إعادة امتصاص مواد مهمة وإفراز مواد أخرى، فهسه نجي على هذه التغيرات. Its volume is reduced and its composition altered by the processes of tubular reabsorption. إذن حجم هذا السائل يقل وتركيبه راح يتغير من خلال عمليات. شنو هي العمليات؟ أول عملية tubular reabsorption، إعادة الامتصاص الأنيبيبي. إيش نقصد بها؟ Removal of water and solutes from the tubular fluid، هي إزالة الماء والأملاح من السائل الأنيبيبي. إذن هاي أول عملية اللي هي إعادة امتصاص، يعني بها مواد مهمة فلابد أن ترجع للجسم. العملية الثانية tubular secretion، الإفراز الكويبي، الإفراز العفو الأنيبيبي، هذه عكس العملية، هذه امتصاص أو
إعادة امتصاص هذه إفراز اللي هي secretion of solutes into the tubular fluid، إفراز المواد المذابة أو الأملاح into the tubular fluid إلى السائل الأنيبيبي. وبعدين بالنتيجة بعد أن تحدث هاي الأثنين العمليتان to form the urine راح يتكون البول that enters the renal pelvis، يدخل البول إلى داخل الكلية في مكان اسمه حويض الكلية، ومن الحويض الرينال بيلفس يتم طرح البول عن طريق اليوريتر إلى المثانة، طريق الحالب إلى المثانة لطرحه خارج. From the renal pelvis من حويض الكلية the urine passes to the bladder راح يمر البول إلى المثانة and is expelled to the exterior ويطرح إلى الخارج by the process of urination or micturition. إذا يطرح البول إلى الخارج بعملية نسميها التبول urination أو نسميها micturition نفس المصطلح المعنى ماله. Diseases of the kidney are numerous. الكلية ممكن أن تصاب بالعديد من الأمراض. مثل إيش هاي الأمراض؟ acute kidney injury التلف أو الأذى الكلوي الحاد. Chronic kidney disease الأمراض الكلوية المزمنة. Diabetic kidney disease الأمراض الكلوية اللي إلها علاقة بداء السكر. Nephritic and nephrotic syndromes ما تسمى بالمتلازمات نسميها الكلوية، هذه الحالة حتى نعرف شن هي المقصود بهذه المصطلحات. فعندنا مصطلح نفروتيك سيندروم وعندنا نفروتيك سيندروم، يعني هو نسميها المتلازمة الكلوية النفروتيك والنفروتيك، يعني أكو فد اختلاف بيها. النفروتيك سيندروم المتلازمة الكلوية هي عبارة عن اضطراب يصيب الكلية ويسبب إفراز الجسم كميات زائدة من البروتين في البول، يعني يظهر البروتين في البول، هذه في حالة النفروتيك. النفروتيك سيندروم أيضا هو المتلازمة الكلوية لكن تعني غير معنى. تحدث هذه الحالة عندما لا تتمكن الكوبيبات الجلوميرولاي ما تقدر من ترشيح بروتين الألبومين بشكل مناسب، بالسبب شنو؟ لأن أكو تلف بالكوبيبات. يعني مثلا في حالات داء السكر أحد الأسباب اللي يؤدي إلى تلف الكوبيبات، فمن يصير تلف بالكوبيبات ما راح تتمكن من ترشيح الألبومين بشكل مناسب. هذه نسميها حالات المتلازمة الكلوية. عندنا الحالة الأخرى البوليسيستيك كيدني ديزيز أمراض الكلية اللي متعددة الأكياس، يعني الكلية يصير بها أكياس، وعندنا يورينا تراكت أوبستراكشن انسداد القنوات البولية أيضا إذا صار بهذه الحالة، ويورينا تراكت انفكشن وإصابات القناة البولية أو رينال كانسر وإصابة الكلية بالسرطان. إذا هذه الحالات المرضية اللي تصيب الكلية. ومن الأمور أيضا النفرتك اللي ذكرناها قلنا هو اضطراب يصيب الكلية، قد يصير يعني التهاب بالكلية يصيب الجلوميريولاي اللي هي الكوبيبات مما يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الكلية. إذا هاي بشكل عام الأمراض اللي ممكن أن تصيب الكلية. When renal function decreases إذا صار هبوط في عمل الكلية such that the kidneys are no longer functioning to maintain health يعني يصير خلل بالكلية أو أمراض أو أي إصابة للكلية، فبالنتيجة إذا نلاحظ أن هذا الخلل راح ينعكس على المحافظة على الصحة، يعني الجسم ما يقدر يحافظ على صحته إذا صار أي خلل في عمل الكلية. Patients sometimes undergo dialysis. الشخص من يصير عنده خلل في عمل الكلية وإذا الوظيفة مع الكلية توقفت صار عجز كلوي مثلا، فبهالحالة ممكن للمرضى هؤلاء المرضى في العديد من الحالات أن نعمل لهم ما يسمى بغسيل الكلية أو نسميه تحليل الغشائي. dialysis هو غسيل كلية أو تحليل غشائي، يعني الدم يخرج للخارج يتم
تصفيته من الفضلات البيئة وإعادته إلى الجسم، وهذا يسموه غسيل الكلية أو الديلة زي نسميها مرات، and eventually kidney transplantation. وإذا ما هادوا يا بعمليات الغسل فبالنهاية إذن لابد من زراعة الكلية اللي هي كلية جديدة يتم زراعتها وحتى يقوم بوظيفتها. هذه بشكل عام فد مقدمة إذن عن الموضوع. هسه نجي إلى وظيفة الكلية وعملية التبول. قبل ما نبدأ نجيب التشريح الوظيفي للكلية من خلال التعرف على تفاصيل الوحدات الكلوية. فنبدأ بالنفرون اللي هي قلنا الوحدة الكلوية شنو التركيب مالها، وبعدين نجي إلى عملها، عمل الأجزاء المختلفة. Each individual renal tubule and its glomerulus is a unit. إذن نسميها النفرون. إذن كل أنيبيب كلوي والجلوميرولاس الكبيبة مالته التابعة له هي عبارة عن وحدة. هذه الوحدة نسميها النفرون أو نسميها الوحدة الكلوية. وعندنا رسم بس حتى للاطلاع. هذا الرسم هذا اللي أمامي بالصورة هي كلها وحدة كلوية. هذه كبيبة جلوميرولاس، وهذه التيوبيول هو بتفاصيل نجي عليها بعدين. إذن هذا الشكل اللي أمامي هو عبارة عن النفرون. إذن هو عبارة عن جلوميرولاس مع تيوبيول أو رينال تيوبيول ونيبيب كلوي. Each human kidney has approximately 1 million nephrons. قبل شوي ذكرناها كل كلية تحتوي على ما يقارب من مليون نفرون. The specific structures of the nephron are shown in diagrammatic manner in figure 1. فنلاحظ بهذا الشكل نلاحظ التركيب الدقيق للوحدة الكلوية. هذا اللي شفناه قبل شوية فراح نجي على الأجزاء مالته بعدين. The glomerulus which is about 200 micrometer in diameter. الكبيبة يتراوح قطرها 200 micrometer. من يشتكون هو عبارة عن شنو؟ is formed by the invagination of a tuft of capillaries into a dilated blind end of the nephron اللي هي Bowman's capsule. إذن شون الجلوميرولس تتكون من خلال انبعاج invagination، وهذا الانبعاج موجود خصلة تافت من الأوعية الشعرية. هذه الخصلة من الأوعية الشعرية هي اللي نطلق عليها الجلوميرولس. وين تقع؟ تقع في نهاية عمياء متوسعة من النفرون نسميها محفظة بومان. بومانس كابسول، محفظة بومان. يعني سنلاحظ من هذا الشكل أيضا هذا التركيب، هذه هي محفظة بومان. إيه هذه، وبداخلها موجودة الجلوميرولس أو الكويبة. The capillaries are supplied. هذه الكبيبة الأوعية الشعرية هي اللي موجودة مالتها هي يتم تجهيزها من خلال شريين وارد. Are supplied. هذه الأوعية الشعرية are supplied by an afferent arteriole. يتم تزويدها أو إمدادها بشريين وارد and drained by ويتم تصفيتها by afferent arteriole شريين صادر. يعني أنا عندي شنو، خلينا نجي على الشكل حتى يوضح لنا. يدخل إلى الكبيبة شريين صادر والعفو وارد afferent، ويخرج من الكبيبة شريين صادر afferent. هذا هو الإمداد الدموي مع الجلوميرولاس أو الكبيبة. بعدين نجي نوضح هذه الأمور بتفاصيل أكثر. إذا يدخل شريين وارد ويخرج شريين صادر afferent وارد وafferent يعني صادر. And it is from the glomerulus that the filtrate is formed. إذا من خلال الكبيبة يتم حدوث عملية الترشيح أو الراشح راح يتكون. The diameter of the afferent arteriole is larger than the afferent arteriole. القطر مع الشريين الوارد يكون أكبر من قطر الشريين الصادر. أكو عندنا نوعين من الخلايا اللي تفصل ما بين الدم ومحفظة بومان.
يعني حتى من خلال يتم عملية الترشيح. Two cellular layers separate the blood from the glomerular filtrate. إذن هناك طبقتان من الخلايا التي تفصل الدم عن الراشح الكوبيبي in Bowman's capsule في محفظة بومان. أول طبقة هي الكابيلاري أندوثيليوم، البطانة الوعائية للأوعية الشعرية، هذه عبارة عن epithelial tissue الأندوثيليوم. والنوع الثاني specialized epithelium of the capsule اللي هي الظهار المتخصصة لمحفظة بومان. بعدنا طبقتين من الخلايا، طبقة الأوعية الشعرية بالجلوميرولس، والطبقة الثانية هي الخلايا التي تكون محفظة بومان. The endothelium of the glomerular capillaries is fenestrated. إذن بطانة الأوعية الشعرية الكوبيبية تكون مثقبة fenestrated with pores that are 70 to 90 nanometer diameter in diameter. إذن الثقوب هذه يتراوح القطر مالها 70 إلى 90 نانومتر. The endothelium of the glomerular capillaries is completely surrounded by the glomerular basement membrane. إذن هذه البطانة الوعائية للأوعية الشعرية الكوبيبية تكون محاطة تماما بغشاء قاعدي كوبيبي along with specialized cells called podocytes. وش يوجد وياها؟ خلايا متخصصة، هذه الخلايا المتخصصة نسميها البودوسايتس أو الخلايا القدمية. هسه نجي عليها شنو هي الخلايا القدمية. إذا عرفنا هذا التركيب مع البطانة الأوعية الدموية، هذا هو الشكل يوضح لي أنواع الخلايا الموجودة في كل جزء من أجزاء الأنابيب الكلوي. هذه الخلايا القدمية اللي أطلقنا عليها اسم podocytes have numerous pseudopodia، هي من اسمها خلايا قدمية يعني تحتوي على أقدام كاذبة. إذا تمتلك هذه الخلايا أقدام كاذبة that interdigitate to form filtration slits. هذه راح تتداخل مع بعضها البعض، هي الأقدام الكاذبة، فش تكون لي ما يسمى بشقوق الترشيح filtration slits along the capillary wall على طول جدار الوعاء الشعري. إذا أكو رسم ممكن أن يساعدنا، لاحظوا هنا عندنا هذا الرسم يوضح لي هذه التراكيب. تلاحظون من هذا الشكل هنا ماخذين منطقة مكبريها من هذا الرسم الأول وهذا الرسم الثاني للآية الأوعية الشعرية، هي هنا الجلوميرولس، هذه هي هنا مكبرة، وهذه تمثل لي الزوائد القدمية للخلايا القدمية هذه. فلو يتكبر الشكل تلاحظون هذه هي الزوائد القدمية، هذه التابعة للبودوسايتس، وبيها ايش موجود؟ موجود بيها ما يسمى بشقوق الترشيح، هذه هي الفلتريشن سليتس، هذه وهذه، وهنا بالشكل ايضا هو مكبرة، هذا عندي الوعاء الشعري مال الكوبيبة كله، وهذه عندي الطبقة القاعدية البيصل لامنا، وهذه عندي هي البودوسايتس الخلايا القدمية، فتحتوي على أقدام كاذبة تتجمع مع بعضها البعض وتكون ما يسمى بشقوق الترشيح filtration slits نسميها. The slits are approximately، نجي على العرض مال هذه الشقوق، يتراوح العرض مالها 25 نانومتر wide and each is closed by a thin membrane، كل وحدة منها تكون مغلفة أو محاطة بغشاء رقيق من هذه الشقوق. The glomerular basement membrane، الغشاء القاعدي الكوبيبي أو هو البيصل لامنا، does not contain visible gaps or pores، لا يحتوي على فسح أو ثقوب مرئية، ما موجود بهذا الغشاء. من الخلايا الأخرى الموجودة عندنا
تسمى بالستيلت سيلز، هذه الخلايا النجمية نسميها موجودة واسمها ميسانجيال سيلز. هذه الميسانجيال سيلز خلايا نسميها مسراق الكبيبة، هذه الخلايا تشبه العضلات الملساء، يعني هم بيها أكتين وبيها مايوسين، فهي ممكن أن تتقلص هذه الخلايا. وين تقع هذه الميسانجيال سيلز؟ Are located between the basal lamina and endothelium. إذا تقع ما بين الصفيحة القاعدية وبطانة الأوعية الدموية. الأندوثيليوم اللي هي بطانة الأوعية، بطانة الأوعية الدموية. هذه الخلايا الميسنجيال سيلز they are similar to cells called pericytes. إذا هي شكلها يماثل خلايا أخرى تدعى بالخلايا الحولية، البيريسايت. كلمة بيري يعني حولي أو دائري، وسايت يعني خلية. هذه البيريسايت وين موجودة؟ موجودة بالسي ان اس، بالجهاز العصبي المركزي، وتلعب دور أو تسهم بتكوين الأوعية الدموية والمحافظة على الحاجز الدموي للدماغ، البلود برين بارير. إذن which are found in the walls of capillaries elsewhere in the body. إذن الميسانجيال سيلز تماثل البيريسايتس، والبيريسايتس وين موجودة؟ موجودة في جدران الأوعية الشعرية في مناطق أخرى من الجسم. هذه فيما يخص هذه البيريسايت. نجي إلى الميسانجيال سيلز، يعني أكو بالشكل حتى بس حتى نتعرف عليها. هذا الشكل، أنا عندي هذا وعاء شعري، هاي أوعية شعرية، هذه الخلايا هي الميسانجيال سيل، هذه هي كلها بين هذا الوعاء الشعري وهذا الوعاء الشعري. فنجي على هذه الخلايا شنو أهميتها. الميسانجيال سيلز إذن are especially common between two neighboring capillaries، مثل ما شفناها هي موجودة بين وعاءين شعريين متجاورين. And in this location the basal membrane forms a sheath shared by both capillaries. في مثل هذه المواقع الموجودة فيها الميسانجيال سيلز نلاحظ أن الغشاء القاعدي يشكل غمد أو غلاف يتم المشاركة به من قبل الأوعية الشعرية المتجاورة، مثل ما تلاحظون في هذا الشكل. هذا وعاء شعري، وهذا وعاء شعري، وهذا الغلاف اللي يتم المشاركة به، وهذه الميسانجيال سيل. The messenger cell مثل ما قلنا هي خلايا تشبه العضلات الملساء، فمدام تشبه العضلات الملساء إذن ممكن أن تتقلص. The messenger cells are contractile، قابلة للتقلص أو متقلصة. And play a role in the regulation of glomerular filtration، وتلعب دور في تنظيم الترشيح الكبيبي. Messenger cells secrete the extracellular matrix، نجي إلى عملها، هو أن تفرز المادة خارج الخلايا أو ماتريكس خارج الخلايا. Take up immune complexes، راح تتناول أو تأخذ ما يسمى بالمعقدات المناعية. تعرفون مرات تصير أنتيجين أنتيبودي ريأكشن، تفاعل ما بين الأنتيجين والجسم المضاد، فتتكون مركبات نسميها أو معقدات المناعية. And are involved وتسهم in the progression of glomerular disease، وتسهم في تقدم الأمراض التي تصيب الكبيبة. Functionally من الناحية الوظيفية the glomerular membrane، هذا الغشاء اللي يتم من خلال عملية الترشيح، permits the free passage of neutral substances up to 4 nanometer in diameter. إذن غشاء الترشيح هذا قبل شوية ذكرناه، هسه هنا خلينا نشوفه بالشكل، هذا الشكل هنا كلش واضح. إذن غشاء عندي أنا هذا وعاء شعري مال الجلوميرولاس، البطانة مالته نسميها الأندوثيليوم، فالأندوثيليوم هي أول طبقة، والطبقة الثانية راح تجي مع البومانس كابسول، محفظة بومان، هذه هي المحفظة بومان، هي هذه.
هذا هو الغشاء الثاني هو. فمن هنا من خلال هذين التركيبين الاندوثيليوم وطبقة ظهارية للبوماس كابسول يتم عملية الترشيح. إذا من الناحية الوظيفية فإن هذا غشاء الكبيبة يسمح بمرور المواد المتعادلة اللي يتراوح قصر قطرها إلى 4 نانومتر and almost totally excludes those with diameters greater than 8 نانومتر. إذا هو يسمح بمرور المواد اللي قطرها 4 نانومتر، وكل ما يزداد القطر عملية الترشيح تكون أقل بالنسبة لهذه المواد إلى أن نصل حد اسمه إذا تجاوز 8 نانومتر فبهالحالة ما يسمح للمواد هذه بالمرور. إذا هذا الغشاء يسمح بمرور المواد اللي قطرها 4 نانومتر ويقصي أو يبعد تلك المواد التي قطرها أكثر من 8 نانومتر. إذا أكو مدى من خلال هذا المدى يمكن أن تمر المواد، إذا تجاوز الرقم اللي هو 8 نانومتر أكبر قطر ما راح هذه المواد تستطيع المرور. هذا العامل الأول هو عامل القطر، قطر مال هذه المواد النيوترال سبستانسز. العامل الآخر عندنا شحنة تلعب دور أيضا، the charge on molecules as well as their diameters affects their passage into Bowman's capsule. إذن شحنة الجزيئات وكذلك أقطارها ممكن أن تؤثر على المرور من خلال محفظة بومان. The total area of glomerular capillary endothelium المساحة السطحية الكلية أو المساحة الكلية للخلايا البطانية الأوعية الشعرية الكويبية across which filtration occurs اللي تحدث من خلالها عملية الترشيح، هذه تتراوح بالإنسان 0.8 سكوير متر يعني 18 المتر المكعب. هذه المساحة مال الأندوثيليوم كابيلاري أندوثيليوم اللي تمر من خلالها أو تحدث من خلال عملية الترشيح. The general features of the cells that make up the walls of the tubules are shown in figure 1. إذن المظاهر العامة للخلايا التي تشكل أو تؤلف جدران الأنيبيبات موضحة بالشكل 1. هذا قبل شوية أيضا مر علينا هذا الشكل 2 هنا أنا وهناك الشكل 1، نرجع عليه ونشوف شكل الخلايا المبطنة. فتلاحظون مثلا أنا عندي هاي proximal convoluted tubule أول جزء من الأنيبيب بعد محفظة بومان، هذا شكل الخلايا مالته المبطنة. الجزء الآخر مثلا اللوب أوف هنلي طية هنلي هذا شكل الخلية. مثلا عندنا الثيك أسيندينج لم الذراع الصاعد السميك هذا شكل الخلية، وهكذا هاي بالديستال convoluted tubule شكل الخلية والكولكتنج داكت. إذا أشكال الخلايا هذه المبطنة لهذه الأنيبيبات تكون بهذه الأشكال اللي لاحظناها أمامنا. There are cell subtypes in all segments. أكو أنواع ثانوية من الخلايا في كل القطع أو المناطق. And the anatomic differences between them correlate with differences in function. إذا الأشكال المختلفة لهذه الخلايا المبطنة أنيبيبات تعكس لنا التغيرات الحاصلة بالوظائف. يعني شفتوا الخلايا أشكالها متباينة، هذا يعني أن الأنيبيبات أيضا وظائفها متباينة، كل منطقة سج عليها بعدين كل منطقة لها وظائف معينة. نجي إلى أول جزء من أجزاء الأنيبيب المتصل بمحفظة بومان هو البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول الأنيبيب الملتوي أو الملتف القريب أو الداني. The human proximal convoluted tubule is about 15 millimeter long. الطول ماله 15 millimeter and 55 micrometer in diameter. والقطر ماله 55 micrometer. هذا البروكسيمال. وبالرسم هسه نجي على أول جزء. هذا هو. إذا هذه هي البومانس كابسول والجلوميرولاس. هذا أول جزء هو الـ proximal convoluted tubule.
إذن هذا البروكسيمال مثل ما نلاحظ القطر ماله 55 مايكرومتر والطول ماله حوالي 15 مليمتر. Its wall الجدار مال هذا البروكسيمال is made up of a single layer of cells يتكون من طبقة واحدة أو منفردة من الخلايا that interdigitate with one another. هذه الطبقة الواحدة من الخلايا تتداخل مع بعضها البعض and are united by apical tight junctions وتلتحم مع بعضها في الأطراف القمية مع الخلايا من خلال وجود اتصالات نسميها الاتصالات المحكمة الـ tight junctions اتصالات محكمة موجودة في أطراف الخلايا يعني قريبة من أطراف الخلايا. Between the cells are extensions of the extracellular space called lateral intercellular space. ما بين هذه الخلايا هناك امتدادات عبارة عن فسح خارج الخلايا. هذه الفسح نطلق عليها بالفسح الجانبية بين الخلايا أو بين الخلوية intercellular. يعني ما بين خلية وأخرى هناك فسح نطلق عليها اسم intercellular أو lateral intercellular spaces. استمر علينا فيما بعد أيضا. The luminal edges of the cells نجي إلى الحافات المواجهة للتجويف تجويف الأنيبيب يعني نسميها luminal edges have a striated brush border تمتلك ما يسمى بحافة الفرشاة brush border due to the presence of many microvilli. إذا في أطراف الخلايا هذه القمية توجد تراكيب إصبعية صغيرة نسميها الذبابات الدقيقة مايكروفيلاي. هذه شكلها يشبه حافة الفرشاة ولهذا نقول بأن هذه الخلايا نهاياتها مخططة بما يسمى بحافة الفرشاة. يعني لو نرجع على الرسم قبل شوية هذا اللي مر علينا أول شكل تلاحظون هاي التراكيب الإصبعية هي هاي نسميها البرش بوردر أو نسميها المايكروفيلاي. هذه تكون مواجهة لتجويف الأنيبيب يعني مواجهة إلى اللومن. هذا الشكل علقنا عليه قبل شوية هذا مقطع ماخذين هذه محفظة بومان هذه كوبيبة الخلايا مالتها أو هي الشعرية هذه وعندنا هذا الشريين وارد أفرنت أرتريول يتفرع بعدين يتجمع بشريين صادر فالدم يدخل عن طريق الأفرنت أرتريول ويخرج بعد ما تصير عملية ترشيح عن طريق الأفرنت أرتريول. هذا مقطع بالديستال تيوبيول وتفاصيل الخلايا اللي ذكرناها والخلايا القدمية والشقوق ذكرناها قبل شوية هذه التفاصيل. The convoluted proximal tubule هذه الأنيبيب الداني الملتوي أو الملتف straightens يصبح بشكل مستقيم and the next portion of each nephron is the loop of Henle. إذا المنطقة أو الجزء الثاني من هذا الأنيبيب بعد الproximal هو ما يسمى بالloop of Henle طية أو عروة Henle نسميها. هذه نشوفها بالرسم أيضا واضحة هي الصورة ما غريبة هذا الرسم. إذا هذا أول جزء هو البروكسيمال بعدين يتصل بلوب أوف هنلي هذه هي مثل حرف اليو شكلها لوب أوف هنلي بها ثلاثة أجزاء هذا نسميه descending limb of loop of Henle الذراع النازل وهذه الطية هي loop of Henle هذه وهذا الثيك اسيندنج الذراع الصاعد السميك نجي عليه بعدين كل واحد وظيفته تختلف عن النوع الاخر. The descending portion of the loop إذن الجزء النازل من طية and the proximal portion of the ascending limb are made up of thin permeable cells. إذن عندي الجزء النازل من الطية وكذلك الجزء الصاعد أول جزء صاعد من الطية هذا عبارة عن
مكون من خلايا ناضحة للماء بأدوية ناضحة وتكون رقيقة، بينما الجزء الصاعد لا، أكو جزء صاعد سميك اللي هو thick portion of the ascending limb، الذراع الصاعد is made up of thick cells، من اسمه مكون من خلايا سميكة containing many mitochondria، تحتوي على العديد من الميتوكوندريا أو المتقدرات نسميها. The nephrons with glomeruli، أكو عندنا نوعين من الوحدات الكلوية حسب موقع الجلوميرولس. The nephrons with glomeruli in the outer portions of the renal cortex have short loops of Henle. إذا نوعين عندي أنا من الوحدات الكلوية، النوع الأول اللي تكون به الكبيبات وين موقعها في الأجزاء الخارجية من قشرة الكلية، هذه الجلوميرولا الواقعة في الأجزاء الخارجية من قشرة الكلية تمتلك short loops of Henle، تمتلك طيات هنلي تكون قصيرة، فهذا النوع من الوحدات الكلوية اللي تقع الجلوميرولا بالجزء الخارجي من قشرة الكلية نسميها الكورتيكال نفرونز، بالنفرونات أو الوحدات الكلوية القشرية. بينما whereas those with glomeruli in the jugsta-medullary region of the cortex، بينما تلك الوحدات الكلوية التي تقع كبيباتها في المنطقة المجاورة لللوب من القشرة نطلق عليها اسم jugsta-medullary nephrons، فصار إذا عندي أني نوع من النفرونات اللي الكبيبات مالتها تقع قريبة من سطح القشرة نسميها cortical nephron، واللي كبيباتها تقع قريبة من بالجانب يعني بالجانب الأسفل من الكورتكس نسميها اللي هي المنطقة القريبة من اللوب نسميها jugsta medullary nephrons، بالوحدات الكلوية جنيب اللوب أو القريبة من اللوب. have long loops of Henle، فالكورتيكال لوب of Henle تكون مالتها قصيرة، بينما jugsta medullary nephrons have long loops، تمتلك طيات طويلة extending down into the medullary pyramid، تمتد نحو الأسفل باتجاه الأهرامات اللوبية. إذن هذين النوعين من النفرونات الكورتيكال والجاكستا medullary nephrons، وحسب طول اللوب أوف هلي إما قصيرة في حالة الكورتيكال أو طويلة في حالة الجاكستا medullary nephrons. In humans only 15% of the nephrons have long loops، إذا بالإنسان نلاحظ أن 15% من النفرونات لها طيات طويلة، يعني اللوب أوف هلي تكون بها طويلة. The thick end of the ascending limb of the loop of Henle reaches the glomerulus، يعني هذا الجزء الصاعد السميك من طية هنلي راح يمتد ويقترب من الجلوميرولاس التابعة لذلك النفرون. From which the tubule arose، اللي نشأ منها الأنيبيب، يعني نلاحظها هنا بس حتى نرجع الرسم، هو الرسم يوضح التفاصيل. الثاني عندي هذا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هذا يجي بعدين الديسيندينج ليم اللي هو الثين ديسيندينج ليم، ثم الثين ليم، بعدين الثيك اسيندينج ليم، هذا الثيك يصعد وين يقترب؟ يقترب من الجلوميرولاس التابعه لها هذا الأنيبيب، يعني نفس هذا الأنيبيب بعد ما ينزل ويصعد يقترب، اذا هذا الأنيبيب هو تابع لهذه النفرون، هذا المقصود من الكلام اللي نذكره انه يصعد نحو الاعلى اللي هو الثيك اسيندينج ليم، يصعد نحو الاعلى ويقترب من الكبيبه التابعه لذلك النفرون او لتلك الوحده الكلويه. اذا مثل ما قلنا reaches the glomerulus of the nephron، راح يوصل الى الكبيبه from which the tubule arose التي نشأ منها الأنيبيب، and nestles يعني يعشعش أو يستقر
between its afferent and efferent arteriole. يعني هذا الجزء من الأنيبيب اللي يصعد ويقترب من الكوبيبة يكون واقع بين الشريين الصادر والشريين الوارد. وشفنا بالشكل، هسه خلينا نرجع للشكل، هذا الشكل، هذا أنا عندي الأفرنت أرتيريول وهذه الكوبيبة جلوميرولس وهذا الأفرنت الصادر، هذا اللي بيناتهم هو الديستال تيوبيول هذا، فإذا هو موجود بين الأفرنت والأفرنت، فبنقول كلمة نصر يعني استقر ما بين هذين الوعاءين، هذا هو الديستال تيوبيول. نلاحظ اكو عندنا خلايا متخصصة specialized cells at the end form the macula densa. اذا بالديستال تيوبيول اكو خلايا متخصصة عند هذه النهاية، هذه الخلايا تشكل ما يسمى بالبقعة الكثيفة which is close to the afferent and particularly the afferent arteriole. هذه خلايا البقعة الكثيفة تكون قريبة من الأفرنت الشريين الصادر وبشكل خاص الشريين الوارد، يعني تكون قريبة منهم. خلينا نرجع على الرسم نشوف الماكيولا دينسا أي جزء منها، هذا هو الشكل. إذا هذا هو الديستال تيوبيول وهذا الجزء هي هذا، هذا الجزء اللي يعني عند الشرة هو الماكيولا دينسا وهو قريب من الأفرنت، هذا الأفرنت وقريب تقريبا من الأفرنت. هذا الجزء اذا هو الماكيولا دينسا. راح ناخذ عمله بعدين الماكيولا دينسا في المحاضرات اللاحقه شنو عمل هذا النوع من الخلايا، بس هنا نستعرض التركيب مالها وين موجوده اين تقع. اذا عرفنا الماكيولا دينسا موقعها، ذا ماكيولا هذه الخلايا البقعه الكثيفه، ذا نيبرنج ليس سيلز اكو خلايا مجاورة لها نسميها خلايا الشبكة ليس سيلز، اند ذا رينين سكريتنج جرانيولار سيلز وعندنا خلايا حويبية تفرز الرينين، هذه ثلاث انواع من الخلايا. وين تقع الجرانيولار سيل؟ ان ذا افرنت ارتيول بالشريين الوارد. هذه الانواع الثلاث من الخلايا اللي هي الماكيولا دنسا سيلز والليس سيلز والجرانيولار سيلز، هذه كلها تشكل ما يسمى بالجهاز قرب الكويبة جاكستا جلوميرولار أباريتاس. خلينا نرجع على الرسم. إذا هذا الأفرنت أرتيريول، هاي الخلايا اللي لونها أزرق هي الجرانيولار سيلز خلايا حويبية، هذه هي اللي تفرز إنزيم الرينين وقلنا هذا يحول الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين 1، وهذه عندي الماكيولا دينسا هذه. وفي هذا الموقع هنا في هذا المكان موجوده الليس سيلز، فصار عندي ثلاث انواع من الخلايا جرانيولار سيلز ماكيولا دينسا سيلز والليس سيلز، هذول الانواع الثلاثه تشكل ما يسمى بالجاكستا جلوميرولار أباريتاس الجهاز قرب الكوبيبه نسميه. هذا هو. هسه نجي الى الديستال كونفوليوتد تيوبيول اللي يتصل بالثيك اسيندنج لم. The distal convoluted tubule which starts at the macula densa يعني من منطقة الماكيولا دينسا يبدأ ال distal convoluted tubule. إيش قد يتراوح طوله؟ is about 5 millimeter long، طوله 5 millimeter. Its epithelium is lower than that of the proximal tubule. الخلايا الظهارية أو النسيج الظهاري مع ال distal tubule يكون شوية أوطى من النسيج الظهاري للبروكسيمال تيوبيول. And although a few microvilli are present، وموجودة ذغابات دقيقة لكن شنو عددها قليل. There is no distinct brush border، ما موجودة عندنا ما يسمى بحافة الفرشاة اللي تكون بشكل واضح مثل ما لاحظنا في حالة البروكسيمال. يعني إذا نرجع للرسم حتى نشوف أنواع الخلايا، هاي اللي ذكرناها قبل شوية، هذه تلاحظون البروكسيمال واضحة الخلية وهذه البرش بوردر واضحة المايكروفيلاي، الديستال لاحظوا هذا شكل الخلية يعني شوية تكون أوطأ من هذه، وتشوفون أكو مايكروفيلاي قليلة. إذا البرش بوردر شكلها مو مثل ما موجود بالبروكسيمال، بالبروكسيمال تكون أوضح،
هنا أقل وضوحا، مو مثل البروكسيمال. إذن الحافة الفرشاة there is no distinct brush border، يعني ما تكون واضحة أو متميزة بالنسبة لخلايا distal convoluted tubule. هذه distal tubules راح تتجمع مع بعضها البعض، the distal tubules coalesce، تتجمع إيش تنطيني to form collecting ducts، تكون ما يسمى بالقنوات الجامعة. إيش قد الطول مال القنوات الجامعة collecting ducts that are about 20 millimeter long and pass through the renal cortex، وتمر من خلال قشرة الكلية and medulla واللوب، وين تصب المحتويات to empty into the pelvis of the kidney، تصب محتوياتها من هذا السائل الأنيبيبي وين تصبه في حويض الكلية، وين موجود at the apexes of the medullary pyramids، موجودة عند قمم الأهرامات اللبية. يعني شفتوا الشكل، انتو ايضا نرجع لمرات التوضيح، نلاحظ ان الثاني هذا عندي distal tubule، هذا distal، هذا distal tubule ثاني، وهكذا تتجمع كلها. فايش تنطيني؟ تنطيني هذا هو الكولكتنج داكت، في هذا كولكتنج داكت هو هذا، يمتد من القشرة وينزل باتجاه اللوب. إذن هذا هو الكولكتنج داكت، هو آخر جزء من أجزاء النفرون اللي يفتح بعدين في نهايات الأهرامات، في قمم الأهرامات اللوبية. The epithelium of the collecting ducts، نجي إلى الظهارة مع القنوات الجامعة من إيش تتكون، is made up of the principal cells، مكون من خلايا نسميها الخلايا الرئيسة أو الرئيسية P cells and intercalated cells، وهناك خلايا أخرى نسميها الخلايا البينية. إذا هذه وين موجودة بالcollecting duct؟ ال P cells which predominates، ال P cells هي الخلايا السائدة، are relatively tall، تكون عادة طويلة نسبيا and have few organelles، وبيها أعداد قليلة من العضيات. They are involved، شنو دور الـ P-cells؟ They are involved in sodium ion reabsorption، إذن تلعب دور أو تساهم في إعادة امتصاص أيونات الصوديوم and vasopressin stimulated water reabsorption، وأيضا تلعب دور في إعادة امتصاص الماء الذي يحفزه هرمون نسميه الفازوبرسين أو نسميه الأنتي دايوريتيك هرمون، الهرمون مضاد الإبالة. نجي على الآي سيلز، هاي ذكرناها، ذا آي سيلز ويش آر بريزنت إن سمولر نمبر، عددها أقل من البي سيلز، هذه الآي سيلز، and are also found in the distal tubules، موجودة أيضا في الأنيبيبات القاسية أو البعيدة. Have more microvilli، تمتلك زغابات أو العديد من الزغابات الدقيقة، وبعد شبيها cytoplasmic vesicles، بالخلايا مالتها موجودة حويصلات سيتوبلازمية وميتوكوندريا. ها شنو أهمية الآي سيل؟ They are concerned with acid secretion and bicarbonate transport، لها علاقة بإفراز الحوامض أو الحامض ونقل أيون البيكربونات، هذا عمل الخلايا آي اللي هي الانتركليتد سيلز. The total length of the nephrons، الطول الكلي للنفرونات including the collecting ducts، ضمنها القنوات الجامعة، ايش قد تراوح الطول؟ ranges from 45 to 65 مليمتر، اذا طولها بين 45 الى 65 مليمتر. Cells in the kidneys that appear to have a secretory function، اكو عندنا خلايا بالكلية لها وظائف افرازية. إيش تشمل هذه الخلايا؟ include not only the granular cells in the jugglomerular apparatus، يعني مو فقط الخلايا الحبيبية التابعة لجهاز قلب الكويبة هي اللي تعتبر خلايا إفرازية، هاي تفرز الرينين قبل شوية ذكرناه،
But also, مش موجود أيضا, some of the cells in the interstitial tissue of the medulla. يعني مو بس granule cells هي خلايا فرعسية, لكن هناك بعض الخلايا وين موجودة؟ موجودة في النسيج البيني أو الخلايا لمنطقة لب الكلية, أيضا لها دور إفرازي. These cells, نجي إلى هاي الخلايا هي اللي تلعب دور إفرازي. These cells are called renal medullary interstitial cells. فهذه الخلايا اللي موجودة باللب نسميها بالخلايا البينية أو الخلالية اللبية الكلوية, ومختصرها RMICS اللي هي مختصر renal medullary interstitial cells, and are specialized. وهناك أيضا خلايا تشبه الأرومات اللي فيه الفايبروبلاستات الموجودة بالنسيج الرابط الخلايا. إذا أيضا عندي خلايا تشبه الفايبروبلاست الأرومات اللي فيه المتخصصة. They contain lipid droplets. هاي الخلايا اللي ذكرناها تحتوي على قطيرات دهنية, and are major site of cyclooxygenase 2, وتعتبر مصدر رئيسي لأنزيم اسمه cyclooxygenase 2 اللي هو المختصر ماله COX2. يعني هي من كلمة cyclooxygenase 2 COX2. هذا هو عبارة عن أنزيم يسهم تكوين البروستاجلاندينات. هاي هرمونات تكون تقريبا الجسم سميه البروستاجلاندينات. يعني ومن خلال هذه البروستاجلاندينات نلاحظ أن يحدث الألم. يعني مرات قد الألم في بعض الحالات هو ناتج عن تكوين البروستاجلاندينات. إذن البروستاجلاندينات اللي من خلالها يحدث الألم, وتعمل البروستاجلاندينات على إسناد عملية الالتهاب. هذه إذن دور الكوكس في تكوين البروستاجلاندينات. And prostaglandin synthase, وأيضا أنا عندي أنزيم prostaglandin synthase اللي هو PGES expression, أيضا مسؤول عن التعبير عن تصنيع هذا الأنزيم. Prostaglandin E2 is the major prostanoid. إحنا عندنا مرات مصطلح prostanoid مصطلح عام ما له ترجمة. هو prostanoid يشمل prostaglandinات, يشمل اللوكوتراينات, الثرومبوكسين, مجموعة مواد تقع تحت هذا العنوان. أحدها أحد البروستانويدات هو البروستاجلاندين E2. هذا وين يصنع؟ سينتسايز in the kidney بالكلية, and is an important paracrine regulator. يعتبر من المواد المنظمة ما يسمى بالإفراز الجنيب. هاي ماخذين مصطلح الباراكرين, يعني عندي مادة تنفرز وتأثر في نفس المكان أو قرب المكان الذي تفرز فيه, ولا تسمى بالباراكرين. فهو يعتبر من المنظمات of salt and water homeostasis, الاتزان البدني الملحي للأملاح والماء. بروستاجلاندين E2 أيضا يفرز هذا المركب. منين يفرز؟ بواسطة الـ RMICS, يفرز من قبل هذه الخلايا renal medullary interstitial cells, وأيضا by the macula densa, خلايا البقع الكثيفة, and by cells in the collecting ducts, وكذلك الخلايا الموجودة في القنوات الجامعة. بروستاسايكلين, عندنا نوع آخر من بروستاجلاندينات اسمه بروستاسايكلين أو نسمي بروستاجلاندين I2, and other prostaglandins, وبقية البروستاجلاندينات are secreted by the arterioles and glomeruli. يفرز يعني البروستاجلاندين I2 أو بروستاسايكلين وبقية البروستاجلاندينات تفرز أيضا بواسطة الشريانات والكبيبات.